أي واحدة تحمل تقول هذه فرصتي أكل اللي أبغاه، وتلاقيها تدخن مرة كثير. فهو إيش الطبيعي تدخن قد إيش؟ يعني كم كيلو مفروض تدخن؟ وهل هذه المعلومة أنه أدخن زي ما أبغى أكل زي ما أبغى ولا لا؟ هل هي كميات الأكل لازم تزيد ولا نوعية الأكل لازم تتخفض؟ سؤال كثير منيح وبالعكس بمحله. كميات الأكل أكيد بدها تزيد بكمية قليلة، يعني بأول ترايمستر أول ثلاثة شهور منا بحاجة أبداً أنه تزيد، لبل الست اللي بتعاني من السمنة لازم تنزل وزنها بأول ترايمستر. ابتداء من ثاني ترايمستر وطلوع عندها ماكسيموم. ايش تاير ترايمستر؟ يعني اول 16 اسبوع، يعني اول جزء من ال اول 16 اسبوع من الحمل. من الحمل. بعد ال 16 اسبوع الست اللي وزنها عادي طبيعي ما عندها كثير وزن زايد فيها تزيد بمعدل كيلو بالاسبوع ماكسيموم. الست اللي بتعاني من السمنه المفرطه بالاسبوع ما لازم تتعدى ال 150 ل 200 جرام من زياده الوزن، يعني بكل الحمل ما لازم تزيد اكثر من 6 او 7 كيلو اللي هو وزن الجنين زائد شويه ماي وشويه فوليوم بالجسم. الست اللي وزنها طبيعي فيها تزيد لحدي 12 كيلو من الوزن خلال الحمل كله، فتجاوب على سؤالك ولا لازم تاكل دبل ولا لازم ما توقف اكل لانه حبل، بالعكس كل شيء بتاكله وكميه الدهون ونوعيه الدهون اللي عم تاكله كله بيفوت عند الجنين وبيأثر ايجابيا او سلبا حسب نوعيه اكله، فكتير بدها تنتبه. هذا سؤال كتير مهم.